ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم. وطبعا طبعا اهم حاجه لاي ست انها تشوف نفسها حلوه وجميله، ده بيفرق جدا جدا في نفسيتها. واكتر حاجه بتحسي فيها انها جميله لما بتبقى صاحيه من النوم غاسله وشها، مفيش مكياج، وبشرتها بتكون صافيه ونقيه وما فيهاش اي شوائب. طب ازاي نوصل للنتائج دي؟ احنا عندنا شمس ولسه طالعين من فصل الصيف، عندنا كمان سن بيكبر، عندنا رضاعه وولاده، عندنا مشاكل وستريس طول اليوم، كل الحاجات دي بتاثر على بشرتنا. وكمان في كتير عناصر غذائيه بتنقص في الجسم بسبب ان احنا ما بنعرفش ناكل اكل دايما وطول الوقت صحي كفايه، يكون في عناصر غذائيه تخلي بشرتي وشعري احسن ما انا نفسي. وناس كمان اللي عندها حبوب. طب انا عايز اعالج كل الحاجات دي. معانا النهارده ضيفه انا بحبها جدا ومنوراني جدا النهارده عشان بتحل لنا كل المشاكل، بغض النظر انا بحبها بشكل شخصي بصراحه بيها الاول، وهي ضيفتي منوراني الدكتوره شاذة الخولي، اخصائيه الشعر والبشره في مصر والشرق الاوسط. اهلا بيكي يا شاذة. حبيبتي يا نوري، عامله ايه؟ الحمد لله. والله انا كمان بحبك جدا وبحب دايما اكون معاكي بجد والله. شاذة قولي لي ازاي احل كل المشاكل اللي بشرتي؟ عارفين احنا ان في اثار للحبوب، صح، عندنا كمان هالات سودة، عندنا شوية خطوط كده بتضايقنا لما بنكبر شوية ونبقى عايزين نأخرها شوية. أيوة دي حقيقة. كل المشاكل دي كلها إزاي أقدر من خلال الكورس اللي معانا النهاردة يعني إيه نقضي عليها؟ نقول نقدر نقول كده؟ نقدر نقول كده جدا جدا، وفي نفس الوقت بسعر اقتصادي، وعشان كده نقدر نعمل موازنه الخطيره اللي معانا النهارده. صح بالظبط كده. بصي يا نورين، انا دايما بحب انه اقدم لكل الناس اللي بتتابع البرنامج بتاعك وبتتابعك دايما يبقى في عروض واسعار اقتصاديه زي ما انت قلتي، ومنتجات يعني تقدر ان هي تديني ريزلتس ونتائج حلوه قوي، بس في نفس الوقت لازم الناس كلها تبقى مطمنه وعارفه ان المنتجات دي مرخصه من وزاره الصحه المصريه. والاهم من ده كله برضو نورين على فكره ان هي موجوده في الصيدليات، يعني موجوده في صيدليات كبيره بس مش موجوده بالاسعار اللي هي الاوفرز او العروض اللي احنا بنعملها تخص البي والهاني. بالظبط كده. لكن ده معنى انها موجوده في الصيدليات، ده بيدي تراست طبعا وثقه كبيره جدا ان المنتج اللي معايا او الكورس اللي معايا كورس امن جدا وايه ومرخص طبعا. مظبوط. عارفه ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي بقى عندنا وعي زياده ان احنا ايه، لا اشوف ده موجود فين واجيبه من هنا، لو موجود في صيدليه فبكون مطمن، فدي حاجه طمنا جدا. بس الاوفرز والعروض موجوده بس هنا في البي والهانم، يعني الاوفرز بتاعت النهارده مخصوص عشان البي والهانم. تلاقوش يا جماعه تعرفوا تتواصلوا عن طريق ارقام التليفونات اللي بتبقى موجوده على الشاشه طول وقت فقرتنا، تتصلوا على طول فريق مختص يرد عليكم بكل حاجه. بس الاول ايه، نعرف الاول المنتجات اللي معانا النهارده. ماشي. النهارده انا عندي روتين بتاع البشره اللي هو المالتي فيتامين القلب مالتي فيت، وعندي الكريم والتفتيح والترطيب من سيلا، وعندي السيرم بتاع سيلا، وكمان عندي الصابونه اللي بتشيل لي رؤوس السوداء وبتنضف لي الوش من الدهون وبتشلي الجلد الميت. كمان بقى الهديه اللي موجوده معايا النهارده انه سعر الكورس ده اقتصادي جدا، بيكفي لمده شهرين، ومعاه بقى سيرم للشعر، سيرم سيلا للشعر اللي بيوقف التساقط، وكمان بيخلي الشعر كده فيه لمعان ونضاره، وبيحفز وينشط الدوره الدمويه في فروه الراس، فيطلع لي بيبي هير جديد وشعر جديد. ده بالسيرم ده موضوع كبير. بالظبط. سيرم دي حقيقه. بصي سيلا دايما بتحب تعمل حاجه يعني واحده تبقى فيها حاجات كتيره قوي، تشتغل على حاجات كتيره وتعملي حاجات كتيره قوي. يا نورين انا عارفه ان انت بتحبي تهتمي ما شاء الله بشعرك وكده، فيعني انا متاكده ان انت ان شاء الله المره الجايه هجيب لك السيرم بتاع سيلا وتجربيه وتشوفي حتى الملمس بتاعه كمان على الهواء. انا هجربه على الهواء وهقول لكم بعديها كمان بفقرات تانية، بجد هكون امينه معاكم جدا. بالزبط. وعلى صفحي الشخصيه كمان النتائج ايه، لان انا يفرق معايا كمان انتوا تشوفوا النتائج، خاصه الشعر يا جماعه انا ليا اصرار فيه. أيوة خالص البشره كمان. ايوه انا عارفه الموضوع ده. فبصي هتتبسطي جدا جدا منه. يعني سيلا دايما بتقدم يعني عارفه كورس كامل مش بينقصه اي حاجه، يعني انت هتاخدي الكورس بتاع البشره روتين صباحي ومسائي، وكمان معاكي السيرم بتاع شعرك، فانت كده تمام، هتحطي الحاجه بتاعتك قدامك في البيت وهتبقي عامله الروتين بتاع بشرتك الصبح وبالليل. هنعمل الروتين ازاي بتاع بشرتنا الصبح وبالليل؟ ده بقى حاجه مهمه قوي. ندخل بقى على الكورس بتاع البشره. بالظبط كده. اول حاجه ان انا هغسل وشي الصبح وبالليل بالصابونه بتاعه سيلا، والغسيل هيبقى بطريقه ال 30 ثانيه اللي انا دايما بقول عليها لكل الناس. نقولها تاني علشان برضو الناس اللي اول مره تشوفنا، طريقه ال 30 ثانيه ان انا بعمل ميه على الصابونه وبغسل وشي بحركات دائريه في المناطق بتاعه المناخير، وهنا الحته دي بنسميها الباتر فلاي، وفي الدقن وفي القوره علشان اشيل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء واي دهون زياده وجلد ميت موجودين في البشره. لازم يا شذا يكون 30
30 ثانية بالظبط. يعني لازم افضل اعمل الحركات الدائرية كده عند هنا وهنا وهنا كده، وده اللي هي اللي نقول ايه التي زون. التي زون صح كده؟ 30 ثانية مش ما كروتش يعني. لا خالص. عارفة ليه يا نورين 30 ثانية؟ لأن 30 ثانية دي بقول وأنا بحسبها دي أقل مدة أو المدة اللي هي الكويسة اللي بشرتي تستفيد منها بالمواد الفعالة اللي موجودة في الصابونة، فتبدأ تديني تأثير إن هي تطلع رؤوس السودة وتنظف بشرتي وفي نفس الوقت تمتص. بالظبط كده. تبقى ممتازه جدا. بعد كده بنشف وشي يا اما بمنديل يا اما بفوطه فايبر ناعمه، وبعد كده لما بنشف وشي بقوم حاطه السيرم بتاع سيلا الشفاف. طبعا احنا حاطين فيه المواد الفعاله الجديده اللي فيه، مزودين تركيز الهايلورونيك اسيد، وكمان حاطين فيه الكولاجين البحري، وكل الستات والبنات دلوقتي بقوا يعني هيتجننوا على الكولاجين البحري وتاثيره. ايوه انا على فكره مش موجود في حاجات في منتجات كتير جدا. صحيح. هو الكولاجين البحري والهايلورونيك اسيد وايه كمان، فيتامين سي، وكمان نسبة بسيطة كده من فيتامين اي علشان تديني ترطيب كده وتديني عارفة اللي هو تحسي احساس انه جلدك طري. عارفة انت الاحساس ده؟ احنا اوقات كتيرة جدا بنحس انه طول ما الجلد ناشف، على فكرة طول ما الجلد ناشف ده سبب من اسباب ان التجاعيد بتبان. فاحنا طبعا بالنسبة طبعا لازم الترطيب ده حاجه مهمه جدا. حتى في ناس ما اعرفش ده صح ولا لا بتاخد من السيرم او الكريم بتاع البشره وتحطه في ايديها. جدا حلو جدا. انا والله لسه انت عارفه انا لسه متكلمه على موضوع الايدين ده قريب. لسه قايله انه ايدينا اكتر مكان بيبان عليه ان احنا السن، لان احنا بننساها. فدايما عارفه لما تبقي قاعده مع اي واحده او كده تلاقيها مش مهتمه بايديها، ممكن تديها سن اكبر من سنها، اكتر من وشها كمان. دي حقيقة. بنغسل ايدينا كتير في اليوم، ما بنشفهاش كويس في وسط اليوم، بيبقى بسرعه. بالظبط. فده بيبان الجلد بينشف فبيبان فيه تجاعيد. دي حقيقه. فعايزه اقول لك بقى ان الكريم سيلا الابيض اللي هو بتاع الترطيب والتفتيح ده بيبقى خطير جدا يا نورين مع الايد، لان كمان احنا طالعين من الصيف والناس اللي برده ايديها على طول متعرضه للسواقه. يعني انا دايما عندي المشكله دي، على طول ايدي متعرضه للشمس مكان السواقه. ما الشمس بتعمل علامات سن، الشمس بتعمل بتعجز الجلد بدري. فانا بالنسبه لي ان انا استخدم كريم عشان ارطب ايدي وافتح ايدي ده برده ممتاز جدا. ده غير ان انا ممكن استخدم الكريم بتاع سيلا للاكواع وللركب، عشان برضو في ناس بيبقى عندها المناطق دي داكنه، ينفع مناطق حساسه يعني مثلا الاندر ارم. مظبوط مظبوط. والمناطق الداخليه جدا جدا جدا، لان المواد اللي فيه كلها طبيعيه وامنه 100%، وبتدي تاثير تفتيح بشوف تقريبا يعني تحسن بنسبه 60% في المناطق اللي هي الداخليه الداكنه بعد تقريبا شهر. انت عارفه الاندر ارم منطقه حساسه جدا جدا بتعمل التهاب، فملهوش اي اضرار فعلا خالص اطلاقا اطلاقا اطلاقا. وبستخدمه 3 مرات في اليوم لو انا عايزه افتح المناطق دي. طب طبعا احنا لسه معانا منتج، بس الاول نطلع مع التقرير. خليكم معانا، متروحوش اي حته. يلا بينا. انا انجيلكا، عندي 30 سنه. بحكم شغلي ان انا بشتغل مندوبه مبيعات، فبتعرض للشمس كتير قوي، فابتدى يطلع لي حبوب وبقع داكنه وحاجات كتير قوي في وشي كانت مضايقاني. جربت منتجات كتير قوي، مفيش اي حاجه فيهم جابت نتيجه، وكانت كلها اعلانات. فبصراحه كنت فقدت الامل، لحد ما واحده صاحبتي قابلتني قالت لي على منتج اسمه سيلا. المنتج ده عباره عن سيروم وكمان كريم تفتيح البشره. فبصراحه كنت خايفه في البدايه ان انا اجربه وما لاقيش نتيجه، بس هي اقنعتني ان انا خلال يومين او ثلاثه هلاقي نتيجه، فبصراحه قلت لي لا. جربته ومش هقول لكم ان الهالات السودا راحت خالص، بس على الاقل وشي ابتدى يبقى فيه نضاره والسيروم جاب مفعول. تاني حاجه الكريم، كريم التفتيح هو على الاقل رجع بشرتي للدرجه اللي هي كانت فيها اصلا بعد التعرض للشمس والحاجات اللي كانت بتتعرض لها زمان. فانا بنصحكم ان انتم تجربوه، وعموما هتلاقوا نتيجه في وقت سريع جدا جدا. مش هقول لكم ان انتم هتستنوا شهور عشان تلاقوا النتيجه دي. وعموما كريم التفتيح هو على الاقل بيرجع لك الدرجه اللي انت كنت فيها بعد اللي انت اتعرضتي ليه من شمس ومن حاجات كتير قوي. والسيروم برضو بيدي نضاره للبشره وبيرجعها كويسه جدا، ومش بيبقى عندك هالات سوداء ولا حبوب ولا اي حاجه. فبنصحكم تجربوه، مش تندموا خالص. فبجد شكرا سيلا.
طبعا شايفين الفرق قبل وبعد، حاجه بتدي اكتر ثقه لما حد بيشوف. وعايزين ان شاء الله، احنا كنت مداني وعد يا شاذة ان احنا في حلقات تانية هنشوف حلقه يعني الناس سبق انها استخدمت الكورس وصورتوها، صح كده؟ اه هنعمل ده ان شاء الله. وكمان زي ما قلت لك المره الجايه هيبقى معانا السيرم بتاع الشعر، علشان يعني بصي انت هتبقي، انا مش هنسى، خير دليل على ان احنا نعمل ده. والله انا مش هنسى ابدا. لا وانا مش فكريني بقى يا نورين، قولي لي يا شاذة لو سمحتي ما تنسيش السيرم بتاعي. مفيش فترة غير من غير السيرم. في ايه فاضل لنا؟ في احنا كنا وقفنا عند ايه بقى؟ عايزين نتكلم عن القلب مالتي فيت او المالتي فيتامين. بصي الناس كلها بتفضل دايما تقول ان احنا بنتكلم عن المالتي فيتامين كتير. عايزه بس اوضح حاجه يا نورين، حاجه بسيطه قوي. المالتي فيتامين ده معمول علشان جسمنا كله، اي حاجه في جسمنا، لان هو فيه حديد وفيه نحاس وفيه زنك وفيه مغنيسيوم وفيه فيتامين د وفيتامين سي وكل الفيتامينات والمعادن اللي جسمي محتاجها في اليوم انا مش بقدر اخدها، لان انا كل يوم اكيد مش باكل الخضار والفاكهه بالمقدار اللي مطلوب مني او بالنسب اللي مطلوبه مني، فطبيعي ان انا لازم يكون عندي مالتي فيتامين. بالظبط، اعوض جسمي. على فكره كلنا بنعمل كده، وانا بعمل كده، لازم حبايه بعد الفطار او بعد الغداء بحد اقصى، لان القلب مالتي فيت فيه نسبه عاليه شويه من فيتامين د ما ينفعش يتاخد بالليل، عشان فيتامين د اصلا ما ينفعش يتاخد بالليل، بيسبب شويه ارق لو اتاخد بالليل بجرعه، لان الجرعه بتزيد شويه. بالظبط كده. فانا بالنسبه لي انه اخد المالتي فيتامين عشان شعري ما يقعش، علشان انشط الدوره الدمويه في شعري، علشان احافظ على معدلات حرق جسمي، علشان احافظ على نضاره بشرتي، لان دايما اي حاجه بدخلها لجسمي بتطلع من بره على وشي وعلى شعري وبتبان. يعني كل ما تاكلي مثلا، لو مثلا الناس اللي على طول بتاكل حاجات فيها دهون، حاجات سكريات مثلا، بتعمل حبوب يا جماعه. بالظبط، في البشره لما تاكلي سويتس كتير قوي تلاقي بشرتك، بقول صح؟ صح جدا والله، حبوب في بشره، في البشره وهالات سوداء كمان سببها مش بس النوم والارق وفيتامينز ناقصه في الجسم، كمان السكريات بناكل غلط، دي حقيقه. بالزبط. طيب تخيلي بقى لو انت بتاخدي فيتامينز ومعادن وبتاكلي صح، ده بالظبط بالنسبه لي عامل زي انه مره كده قريت يعني حاجه فيما معناها انه الحاجات الخضراء اللي انت بتاكليها ما بتدخل لجسمك بتبان عليكي من بره، يعني بتديكي نفس النضاره او نفس الرونق بتاع الحاجات الورقيه اللي لونها اخضر، بتديكي نفس الحيويه، نفس الطاقة. بالظبط كده. فانا بالنسبه لي تخيلي لو انا حبايه واحده من المالتي فيت كل يوم وافضل مواظبه عليها، حقيقي هلاقي صحتي وبشرتي. عارفه اقول لك كمان على حاجه، في بنات وستات كتيره جدا بيفضلوا مؤخرا يشتكوا، تقول لك انا حاسه ان انا خملانه وهمدانه ومش قادره اتحرك. ناقص فيتامينز في جسمك، ممكن يكون دي 3، فيتامين بي اي، حاجات ناقصه في جسمك، ما بتاكليش كويس، علشان كده ده مهم. يعني انا لا هحط صوتي مع صوتك، يعني لا، المالتي فيتامينز حاجه مهمه جدا وضروريه جدا، مش لشعري وبشرتي. ما انت شعرك بيقع ليه؟ بشرتك مش كويسه ليه؟ لا، علشان في حاجات ناقصه من الجسم والعظمي وكل حاجه. معانا كمان بنوته بعتت لنا طبعا على صفحه البرنامج، استخدمت منتج او الكورس بتاع سيلا قبل وبعد قدامنا اهو. ماشي. طبعا انا ملاحظه ايه؟ ان الاختلاف، احنا هنعلق على الاختلاف. طبعا كان في تقريبا ايه قدامنا اهو على الشاشه، نمش تغير. بالظبط، والبشره انا حاسه كمان اتشدت. ايوه اتشدت، لان هي اخدت فتحه اكتر كمان. ايوه بالظبط كده، هي اخدت الكورس ومشت عليه شهرين بالظبط، فحصل ان كان عندها اول مشكله اللي هي مشكله النمش مع شويه تصبغات، مع ان هي يعني كمان عندها تجاعيد كانت ظاهره شويه في وشها، مع ان هي على فكره سنها صغير مش كبير، بس عشان الشمس والحراره والوقت في البيت تحسي ان الجلد اتشد شويه يا شاذة. مظبوط، تحسي ان رسمه الوش بتاعت الخدود او الحته اللي هي عند الدقن والقوره، وعند يعني اللي كمان احنا عشان بس البرايفسي بتاعتها، لو هتشوفي منطقه العين هتلاقيها فارقه جدا. فده بالنسبه لي، هي اخذت الكورس كامل على بعضه، استخدمت القلب مالتي فيت، بتاخد المالتي فيتامين بتاعها وبتحط الكريم بتاع الترطيب والتفتيح عشان التصبغات والنمش، وبتستخدم السيرم الشفاف علشان شد ونضاره البشره. طبعا احنا كنا حابين جدا 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 ان يكون في صوره حيه، لان دي بتدي مصداقيه اكتر. احنا بنعلن عن الكورس ده، لكن كمان لازم يكون امن جدا، لان يفرق معانا كل مشاهدين البي والهانم، ويكون كمان في ناس استخدمته، لان ده بيدوكوا اكتر ثقه اكتر وتشجيع اكتر. وطبعا لازم يكون مرخص، وده حاجه مهمه جدا. دي حقيقه. وانا عارفه كمان يا نورين ان انت بيفرق معاكي قوي كل الستات والبنات اللي بتتفرج عليكي ان هم يكونوا مرتاحين ومطمنين. انت دايما بتقعدي تقولي لي كده. دي حقيقه، دي حقيقه. لازم دايما، لما انا بحسها انها امانه جدا لينا احنا ومسؤوليه كبيره علينا، ان احنا لما بنعرض حاجه هم بياخدوها
على طول ثقه فينا. صح. يعني وحتى بعتوا لي ان هم عايزين حاجه حقيقيه حتى على صفحي الشخصيه، فعشان كده كنت حابه ان يكون ده في البرنامج. عايزين عرضنا طبعا تاني عشان اللي لسه شايفنا حالا. ماشي اوكي. العرض بتاع النهارده ان انا هاخد المنتجات بتاعه سلا الكورس كامل، 4 منتجات بتاعه البشره، الصابونه والسيرم والكريم بتاع الترطيب والتفتيح والقلب مالتي فيت، وهناخد عليهم هديه السيرم بتاع الشعر. وزي ما قلت لك يا نورين ان سيرم الشعر ده بيعمل لي 3 حاجات، بيوقف التساقط وبينشط الدوره الدمويه عشان يطلع لي بيبي هير، وكمان بيدي لمعان ونضاره للشعر، لان الشعر المتقصف اللي بيكون هايش اللي ما فيش فيه نضاره ده بيضايق كل الستات والبنات. هتاخد كلامك يا شاذة ثقه. قلت لها شاذة كلامها ثقه، بشره وشعر. في نهايه فقرتي انا بشكرك، انت نورتيني جدا. انت اللي جميله. بشكر والله الدكتوره شاذة الخولي اخصائيه العنايه بالشعر والبشره في مصر والشرق الاوسط. وبكده تبقى انتهت فقرتنا معاكم النهارده، عنايه بالشعر بالبشره، سعر اقتصادي، مصدر موثوق منه، كمان حالات او في ناس استخدموه قبل وبعد عشان تكونوا مطمنين جدا. لكن حلقتنا ما انتهتش، انا اللي هقول لكم باي باي، ومعايا ممدوح الشناوي. استنوه تحت شويه حلقه.